السؤال اللي محير الجميع، واش انا الى خرج ليا المؤشر اكبر من 9.32 اجباري عليا نخلص هاد المبالغ اللي في هاد الطابلو ولا اختياري؟ السلام عليكم خوتي، اليوم غنهضروا على لامو التغطيه الصحيه اللي فرضته الدوله على المواطنين بشريطه تكون متوفره فيهم هاد الشروط، تكون فايتة عتبة 9.32 في المؤشر الاجتماعي الموحد، ما تكونش كتستافدو من شي تغطية صحية أخرى بحال لاسانيسيس ولا كنوبس، وحتى العائلة ديالكم اللي مدخلينهم في هاد النظام تاع تغطية صحية بحال الزوجة والأبناء ما يكونوش كيستافدو من تغطية صحية أخرى. إلا توفروا فيك هاد الشروط فراك غتخلص هاد المبالغ المالية اللي ديجا شاركتها معاكم في الفيديوهات السابقة، واللي كتبدا من 144 درهم للشهر حتى ل 1164 درهم حسب المؤشر ديالك، كلما كان طالع كلما غتخلص اكثر. واللي كاين دابا هو واحد الضبابيه واختلاف البلاغات والقوانين، والناس الفوق ما عرفوش واش اجباري يخلصوا هاد المبالغ الماليه ولا ماشي اجباري، يعني اختياري. دابا الناس ديال السينيسيس قالوا باللي هاد الشيء اختياري، حيت انت اللي غتمشي تدفع الدوسي ديالك وتبدا تخلص كل شهر، ومن بين هاد الناس مدير جهوي سمعوا اش قال. ممكن هاد الفئه انها تجي تنخرط بطريقه تطوعيه اختياريه وليست الزاميه باش تنخرط في نظام التغطيه الصحيه وعندها نفس العلاجات اللي عند الاجراء او العمال غير اجراء. ثم مدير التواصل كذلك والعلاقات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمعوا اش قالت. اصبح بامكان الاشخاص اللي ما كيزاولوا حتى نشاط مأجور او غير مأجور وقادرين على تحمل واجبات الاشتراك انهم يتسجلوا ويستافدوا هم كذلك من لامو، شريطة انهم يكونوا مسجلين هما وافراد العائله ديالهم في السجل الاجتماعي الموحد، ويتجاوز المؤشر اللي حصلوا عليه في السجل الاجتماعي الموحد ايغيسو عتبه الاستحقاق ديال امو التضامن، وبطبيعه الحال ما يكونوا خاضعين لحتى شي نظام اخر ديال التغطيه الصحيه. هذا النظام هو اختياري ماشي إجباري. إذن ملي كنسمعوا هادشي كنقولوا هاد النظام ديال التغطية الصحية لامو راه اختياري، ولكن الإشكال اللي كاين هو أن القانون التنظيمي اللي في الجريدة الرسمية كيقول باللي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وهما ماشي أجراء وماشي غير أجراء من خلال هاد العنوان اللي مقتضب، فراه التأمين كيبان لينا باللي إجباري وماشي اختياري. دابا باش تفهموا أكثر والخلاصة من هذا الفيديو كامل أخوتي، إلا خويا كنتي أقل من 9.32 في المؤشر فكون هاني ما غتخلص حتى ريال وغتستافد من هذه التغطية الصحية لامو، ولكن إلا كان المؤشر فوق 9.32 فراك غادي تخلص وماشي لخاطرك، حيت إلا ما خلصتيش وهاد الشيء اللي بغيت نوصل لك في هذا الفيديو فراه غتزاد عليكم واحد الغرامه ماليه وغتخلصوا كذلك داكشي كامل اللي تجمع عليكم، يعني ما غادي تفلتوا حتى شي شهر. هاد الشيء علاش بلا ما تعطلوا وتصدقوا في مشاكل نتوما في غنى عليها. اذا الا كنتي ما كتلقاش باش تخلص هاد التامين سير اخويا قلب لك على شي حل، ولا شوف المؤشر واش كاين فيه شي خطا صحو باش ينقص لك المؤشر من عتبه ديال 9.32 وتولي حتى انت في الخانة تاع الناس اللي غتستافد من لامو بلا ما تخلصوا والو. نتمنى خوتي الفكرة تكون وصلت، ما بغينا حتى شي حد يتضرر. اذا خوتي وصلنا لنهاية الفيديو، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم مع العائلات باش حتى حد ما يوقع في نفس الغلط ولا يوقع عليه شي مشكل لا قدر الله. وإلا خويا اختي كنتي اول مرة تشوف القناة ديالي فما عليك سوى تشترك في القناة وتفعل الجرس باش دائما يوصلك الفيديوهات ديالنا انت الاول.